كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان مصر بتبذل كل جهد لاحتواء التصعيد الراهن في غزة، وان الدولة المصرية حريصة على وصول المساعدات سواء كانت الطبية او الانسانية الى قطاع غزة في هذا التوقيت الصعب. المرحلة اللي احنا موجودين فيها مرحلة صعبة جدا، وانا مش عايز اقول كلام كتير، اكيد انتم متابعين كل شيء، واحنا بنبذل جهد كبير جدا جدا لاحتواء التصعيد اللي موجود والاقتتال اللي موجود، وبنحاول نصل الى وقف الاقتتال وايضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واتصالاتنا لا تنتهي. احنا بنكلم الجميع، القادة والمسؤولين، وهم كمان بيكلمونا، الكل مهتم، واحنا حريصين على ان احنا المساعدات سواء كانت طبية او انسانية في الوقت الصعب ده تصل الى القطاع. انا بقول كده للناس كلها عشان في الفترة اللي احنا موجودين فيها ديت بيتردد كلام كتير وبيبقى فيه شائعات وفي مغرضين، فأنا حبيت بس أكد لكم إن إحنا مش ساكتين وبنتحرك مع أشقائنا قادة الدول العربية وأيضا مع أصدقائنا وحلفائنا من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع. مش عايزين زي يمكن ما تقال يعني العاطفة، طبعا طبعا نحن متعاطفين، لكن خلي بالكم عايزين واحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل يعني برضو بعقولنا عشان نصل الى يعني الى السلام والى الامان بشكل يعني لا يكلفنا الكثير، لا يكلفنا الكثير. ده مش معناه ان احنا مش عايزين نتكلف، لا، احنا بنقول احنا مستعدين نتكلف في اطار قدراتنا وفي اطار امكانياتنا، واحنا لم نسبب مشكله لحد، بل بالعكس احنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف، انا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الامن والامان والسلم والسلام. لكن بالنسبة للقطاع أنا بقول إن الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي، لأنها تعني تصفية القضية ديت، تصفية القضية ديت.